أمام محكمة عسكرية تجمع العشرات من أقارب الذين قضوا خلال الثورة التونسية. المحتجون طالبوا الجيش ووزارة الدفاع والحكومة بالكشف عن الملابسات الحقيقية لمقتل مئات المطالبين بالديمقراطية خلال هذه الثورة. الحكومة عرضت دفع تعويضات لأسر القتلى، قبلها بعضهم، لكن آخرين أصروا على أن حرقة مقتل ذويهم لن تخمد إلا بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة. في اليوم كيف ربح الشعب يلزم الحاكم يخلص حقنا تحشناش بينا يعاود لنا بالمال ياخذوهم ما يلوجوا على المال ياخذوهم اللي قتل لي حاكم هم طالبين حتى شيء عيب عليكم وعار عليكم يا حكومة العار يا محكمة العار. تأتي هذه الاحتجاجات عاشية اجتماع أسر الضحايا مع ممثلين لوزارة شؤون حقوق الإنسان ووزارة الداخلية في مسعى للمصالحة التي تصر عائلات الضحايا أنها لن تتم إلا بمعرفة أسماء المتهمين. احنا اليوم جينا المحكمة لهنايا باش نقول لهم أعطونا شكون ابتلنا أولادنا، ما حشناش بتعويض، ما حشناش ماديات، حشتنا نعرفوا يا خوينا قولوا لنا عليهم شكون وما تحسبوهمش. اللجنة الوطنية التونسية لاستقصاء حقائق الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت خلال تلك الفترة حملت في تقريرها الشهر الماضي وزارة الداخلية جانبا كبيرا من مسؤولية هذه الانتهاكات إلى جانب المؤسسة العسكرية التي تم الاستنجاد بها بعد إعلان حالة الطوارئ. كما أدخل التقرير وزارة الصحة العمومية في دائرة المسؤولية على اعتبار أنها لم تتحمل مسؤوليتها كاملة في إسعاف الجرحى.